السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، بنكمل السؤال بتاع ال finish the following dialogue. هنحل النهاردة السؤال اللي جوه المربع اللي عندنا النهاردة، عند هبة mother. هبة كانت بتقول هبة that's a good idea. Do you need my hat today mom؟ قالت لها yes you do. هل أحتاج إلى قبعة النهاردة؟ قالت لها نعم تحتاجين، لأن the sun is very strong today، الشمس تكون أو الشمس قوية جدا اليوم. طب هنا هيبة هتسأل سؤال نقط، هنكتب حاجة مكان النقط، وده سؤال. طب نعرف ازاي السؤال دوت؟ بناء عن الكلام اللي جاي اللي mother بتقوله والجمل اللي جاية بعد السؤال. طب هنا mother بتقول ايه؟ early in the morning. mother هنا بتقول early in the morning، مبكرا في الصباح، مبكرا في الصباح. يعني لازم تسعي، يعني اكيد واضح انها بتقول لها ان هي هيبقى الصبح بدري، فيبقى احنا بنخمن السؤال هيكون ايه، ممكن نصحى امتى. طالما بتقول الصبح بدري يبقى اكيد بتسأل عن وقت حاجة. طب هنكمل كده. That's when the sun is not too hot. That's when the sun is not too hot. That's when the sun is not too hot. هذا هو، ذلك هو الوقت الذي يكون فيه الشمس ليست حارة جدا. ذلك الوقت عندما الشمس تكون أو تكون إيه، بتكون إيه بقى؟ ليست، دي معناها ليست نوت دي، أو ما أو لا تكون، ممكن أقول لا تكون أو ليست، كلها على بعض تبقى ليست حارة جدا. حارة جدا، هوت يعني حار، تو يعني جدا. شفت أنا بترجم إزاي؟ علشان ما يجيش واحد تاني يقول لي أنت بتترجم ترجمة حرفية، هقول له الكلام دوت للطالب اللي عايز يفهم يترجم كلمة كلمة، مفيش معنى على الكلام دوت. طيب هنشوف كده هبة بتقول ايه هنا. I'll take your advice and wake up early then. I'll take your advice and wake up early then. أنا بقرأ بسرعة بعدين أقرأ بطيء. I'll take your advice and wake up early then. I'll take your advice and wake up early then. I'll take your advice and wake up early then. سوف آخذ بنصيحتك وأستيقظ مبكرا. إذن يبقى هي تاخد بنصيحتها وهتعمل إيه؟ يبقى واضح ان الام كانت بتديها نصيحة، وهتعمل ايه بعد كده هيبة؟ and wake up. wake up هنا معناها ايه؟ يستيقظ، معناها يستيقظ. تستيقظ امتى؟ مبكرا. طيب يبقى ممكن السؤال بقى هنا يكون ايه؟ يبقى اكيد بتقول لها مثلا ايه، هصحى امتى يا ماما، المفروض نصحى امتى. يبقى ممكن اقول هبدأ متى، يعني هنا وين، وين اكيد هنا هتقول لها وين. هتقول لها ايه بقى؟ وين شد، متى ينبغي، او ممكن اقول بدل وين ويل، وين شد وي، ماشي، لان احنا هنستيقظ كلنا مع بعض، ماشي. get up نستيقظ، get up، ماشي. when should we get up، واعمل علامة استفهام. هنا بتقول لها متى ينبغي علينا ان نستيقظ، ماشي. ممكن نقول برضو wake up، عايز تقول get up، أو ممكن نقول get up.
طب واحد بيقول لي يا مستر قلت لي السؤال بمتى وامتى هنصحى، لان هي بتقول هتاخد بنصيحة ماما وهتستيقظ بدري، بتستيقظ مبكرا. خلاص يبقى هنا الحوار كله داير ان هي بتقول هتصحى امتى، فهي هنا كانت ماما بتديها نصيحة قالت لها انا هستيقظ مبكرا. يبقى بيخلينا نفكر يا ترى نسأل نقول ايه اللي خلى مدر الام تقول لها ايه early in the morning، مبكرا في الصباح. يبقى حاجة سؤال عن وقت، سؤال عن وقت، لان هي بتقول لها الصبح بدري، يبقى اكيد ممكن تكون بتقول لها هنستيقظ امتى. ممكن واحد تاني يسأل سؤال تاني، ان مثلا يقول مثلا ان ممكن نقول مثلا ايه، وين مثلا when should we get ready for the picnic. ما يضرش انك تقول طالما ان انت طالما السؤال، او ممكن اقول بطريقة تانية، اقول مثلا ايه when should we get ready for the picnic، متى ينبغي علينا ان نستعد. الكلمة get ready كلها مع على بعض معناها نستعد، معناها نستعد، متى ينبغي علينا أن نستعد للنزهة. أكيد بتقول لها بقى إيه مبكرا في الصباح، لازم الصبح بدري، نقوم بدري الصبح نستعد للرحلة، لأن الوقت دوت ما بتكونش فيه الشمس إيه حارة جدا. يبقى طالما في واحد إجابة بتقول لي مبكرا في الصباح، يبقى أنت لازم تسأل بإيه؟ بوين. لازم أسأل بوين، وسألنا بوين ليه؟ اللي هي معناها متى؟ لأن الإجابة بتقول لي هنا إيه؟ early مبكرا، ومورنينج اللي هي إيه؟ صباح. يبقى خدنا early اللي معناها مبكرا، early معناها مبكرا، ومورنينج the morning معناها الصباح. بالبلدي كده او بالعربي كده احنا بنقول على early معناها بدري. يبقى طالما بتحدد بتقول لنا الصبح بدري، يبقى لازم السؤال يكون وين. طيب وين، وحاول تفكر انت بقى على الايه، الاجابه بقيه السؤال. ممكن واحد يقول اجابه تانية، ممكن يقول when isn't، او ممكن تقول is when is the sun. انا هسأل السؤال بناء على الجمله بتاعت sun بتاعت الشمس، when is the sun not too hot، متى تكون الشمس، متى تكون الشمس ليست حارة جدا. قالت لها ايه in the morning، الصبح بدري، لان ذلك الوقت اللي بيكونش فيه الشمس حارة جدا، علشان كده هتاخد بنصيحتها وهتستيقظ بدري. طيب النصيحة بقى اللي المفروض تتكلم عنها، يعني الواحد لو الطالب بيفكر كويس، هي ايه النصيحة اللي بتقولها لها. النصيحة اللي ادتها لها ان هي قالت لها الصبح بدري، يبقى اكيد بتقول لها اصحي بدري. ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.